خاله يا ام مخلد، يا خاله يا ام مخلد، ده وش الريحه هذه؟ عوده يا خاله يا ام مخلد، الزبده وش الريحه هذه؟ مساء الخير يا شيخ. وش اللي وخرك يا ولد؟ حلابك وش بيه؟ السموح يا عمي، لكن حين مريت من عند بيت ام مخلد شميت ريحه شينه يا عمي. وش عليك بيها؟ باشر نطمن عليها. روح 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 اطفى النار ونام. روح. حاضر يا عمي، تصبح على خير. تلقى الخير.